الاحتياج اللي موجود عند الإنسان من يوم ما بتتولد لحد نهاية حياته، الاحتياج إنه يتشاف ويتسمع ويتفهم. وغالباً الاحتياج ده بيبقى هو المحرك ل90% من تصرفاته أصلاً في الحياة. التواصل ببساطة هي كلمة السر في أي علاقة بين اتنين على كوكب الأرض. لو موجود اضمن إن العلاقة دي هتنجح مهما كانت المعوقات، ولو غاب اضمن إن العلاقة دي معرضة للفشل مهما كانت وتوفرت كل أسباب النجاح. مرحب في شغل عالي. احنا دايما في البرنامج هنا بنقول اننا بنقضي تلت حياتنا في الشغل، ونص نجاح الشغل في جملة او كلمة اسمها التواصل. اعتقد ان كتير مننا مش بس يقدر يتخيل، لكن كمان يقدر يفتكر كم المشاكل اللي موجودة في سوق العمل واللي سببها اصلا مشاكل في التواصل. من اول يوم الانترفيو بتاع سيادتك لحد ما تمشي بالسلامة من شغلك، أنت محاط بكل الفرص إنك تتواصل أفضل وتحقق نتائج أفضل، أو إنك تتواصل أقل أو غلط فتحقق نتائج ضعيفة. السؤال اللي أنا عايزة أسأله، وأنا عارفة إن إحنا هنا عندنا يعني جمهور من الخبراء والشاطرين، يعني إيه تواصل؟ يعني لو اتقالت قدامك كلمة تواصل يعني إيه؟ إن إحنا يبقى عندنا فكرة مشترك وعارفين نفهم بعض، وعارفين كل واحد عنده مسج معينة عارف يوصلها للتاني، وعارفين نتفق على رأي معين. حلو قوي. ما عدا كلمة نتفق، ممكن يبقى عندي رسالة واللي قدامي يفهمها، ده بالظبط أو قريب جدا من معنى التواصل. حتى لو ما اتفقناش ده تواصل. حضرتك كنت عايز تقول لنا حاجة. يعني عناصر التواصل هو مرسل ومستقبل ورسالة والفيدباك، التغذية العكسية. أهم حاجة في طريقة التواصل أنا بوصل رسالتي إزاي. يعني تفرق قوي حتى لو أنا بعاتب الشخص اللي قدامي، إن أقول له أنت زعلتني، غير إن أنا أقول له أنا زعلت منك. أنا زعلت منك ده تعبير عن مشاعري. أنت زعلتني ده اتهام. وصباع المدرس ده مشكلة. يعني حتى في لغة الجسد مهمة جدا في التواصل. المهم إحنا الاتنين نطلع كسبانين، مش لازم نتفق زي ما حضرتك بتقولي، لكن إحنا الاتنين عبرنا عن وجهة نظرنا، سمعنا بعض صح، فطلعنا بنتيجة تفيدنا. موافقة جدا. ايه رأيك؟ ان اكون شخص اجتماعي جدا، بحس ان انا اعرف اتعامل مع جميع الطبقات، اعرف اتعامل مع اي شخص ايا كان من اي طبقة. بحس ان انا لما اكون اجتماعي اصلا هعرف اتعامل مع ايا كان، هعرف اقنع واقتنع بنفس الوقت، لان انا كده كده في الحالتين اجتماعي اصلا. تخيل ان اللي بيسمعك كويس ده شاطر قوي في التواصل، مش لازم اللي بيتكلم كويس. قادرين تفهموا قصدي؟ في حاجة لذيذة كده ممكن تقرب لنا كمان الفكرة، بس الفكرة أو الأفكار اللي انتوا قلتوها دي أفكار عظيمة طبعا، لكن التواصل كده كأننا بالظبط كل واحد فينا وإحنا قاعدين مع بعض في مكان واحد، كل واحد فينا مشغل موجة، والموجات دي اسمها أنا FM. المحطة دي بتقول رسائل كتيرة قوي بس بصوت هادي ومش مسموع طول الوقت. الشخص اللي قدامي ده بيقول لي إيه؟ اللي قدامك عمال يطلع منه الكلام ده عايز يقول لي إيه؟ كلامه ده هيفيدني في ايه؟ انا هتصرف معاه ازاي؟ انا غالبا اللي قدامي عمال بيسال الاسئله دي عني طول الوقت، فهو جاهز انه يسمع مني انا عايز اقول ايه، وكلامي هيفيده بايه، وهو كمان رد فعله عليا هيكون ايه. تخيلوا ان حتى رد فعل الشخص اللي قدامي انا مسؤول عنه بجزء من المية، يعني بسبب التواصل. لو عرفت بتصرفاتك تجاوب على الثلاث اسئله الكبار دول، انت غالبا كسبت الشخص ده للابد. فاكرين اول سؤال كان ايه؟ بيقول لي ايه؟ الشخص ده بيقول لي ايه؟ يعني احنا واحنا بنتعامل مع بعض احنا بنبعت اشارات احيانا بجسمنا، بيسموها لغه الجسد، بتقول كلام اكتر بكتير من اللي لساننا بيقوله. طريقه وقفتك، سرعه مشيتك بتقول حاجات عن شخصيتك، عينك اللي لازم تبقى حاسمه وانت بتكلم حد، لما تسلم على حد لازم تكون ايدك مش شدة قوي ومش خفيفة قوي. كل حاجة
احنا بنبعتها للطرف التاني جواها رسائل بتوصل له على محطة الأنا أف أم بتاعته. السؤال التاني، كلامه هيفيدني في ايه؟ صوتك مهم جدا، نبرة صوتك تحديدا. حد اتعامل مع بنت رقيقة بتتكلم كده؟ حد اتعامل مع بنت رقيقة بتتكلم كده؟ لكن الحقيقة انه احنا بنعتقد كده ان احنا بنقدم، يعني بنقدم حاجة ايجابية ان انا رقيقة وبتكسف يعني، بس الحقيقة ان دي واحدة من مشكلات التواصل عند البنات تحديدا، الصوت الواطي زيادة. وعكسها كمان، لما البنت يبقى صوتها مزعج جدا بنحس ايه؟ مش لايق، صح؟ انا هسأل الشباب، لايق؟ بتحب يعني؟ نعم؟ مش ماشي. فببساطة جدا حتى نبرة صوتك، الصوت العالي زيادة في محيط العمل، دي من الحاجات اللي بتقول رسائل سلبية عني. سرعة الكلام، لو حد كلم كده هتعمل ايه؟ هننام. لا، من غير عنف أرجوك. في الغالب هننام. سرعة الكلام ووضوح الألفاظ، عشان كده في علم اللغة، في كل لغة بنتعلمها في حاجة اسمها الصوتيات، الفوناتكس، أنا محتاج إن ألفاظي تبقى واضحة. السؤال الثالث، لأن موضوع التواصل ده طويل جدا، بيطلع من الموجة بتاعة الشخص اللي قدامي سؤال كبير اسمه أنا هتصرف معاه إزاي؟ هتعامل مع الشخص ده إزاي؟ ليه بيحصل كده؟ غالباً إحنا مسؤولين عن ردود أفعال الناس، يعني أعتقد إن ده سر عظيم. لما ساعات حد يقول لك إيه؟ أنا عايز الناس تحترمني، مطلوب منه يعمل إيه عشان الناس تحترمه؟ يحترمهم بس، يحترم نفسه، أو يحترم نفسه. آه، الشخص اللي بيحترم نفسه يعني إيه برضو؟ نفسه، ايوه، علشان اللي قدامه ما ياخدش عليه، فبالتالي اللي قدامه هيحترمه. حلو جدا. يعني احنا بنقدر نخلي الشخص يحترمني او العكس بشويه مهارات، صح؟ مهارات ليها علاقه بمثلا، يعني لو انا شخص ملتزم دايما بمواعيدي ما حدش هيسمعني لا مؤاخذه كلمتين، صح؟ لو انا شخص جد في حياتي او في سلوكي في الشغل، في حد هيهزر معايا زياده؟ صعب، غالبا لا. طريقة الكلام بتاعتي بتقدر تحدد بشكل كبير قوي الشخص اللي قدامي هيتجاوز ولا لا. بفرح قوي لما بنت تقول لي أنا لو اتحطيت في أي مكان أنا بقدر أكسب احترام الناس اللي قدامي، أنا ما تخافش عليا، صح؟ البنات عارفين الحكاية دي ليه؟ أنا عارف إن أنا ببعت رسائل للناس اللي قدامي، وبالتالي بتكون ردود أفعالهم عليا بنفس الشكل تقريبا. ده طبعا مع الأشخاص العاديين، يعني وارد جدا أنك تلاقي ناس برا القاعدة دي أو ناس تتجاوز كل أصول وأعراف التواصل. التواصل بقى كل يوم ليه آلاف التطبيقات في كل حتة، في الشارع، في وسط الناس، وحتى على أجهزة الموبايل. في محيط العمل في لستة من الكوارث بتحصل كل يوم، وغالبا هي 90% منها اختراع كده اسمه التواصل أو غياب التواصل. من أول يوم الانترفيو زي ما اتفقنا لحد ما بتمشي من شغلك، في شوية كوارث الناس بتعملها وهي مش واخدة بالها أن هي عندها مشكلة حقيقية بس في التواصل. أكتر كارثة بتحصل في الانترفيو إيه تفتكروا؟ ممكن بيحصل في الانترفيو الشخص اللي داخل متوتر، يعني كمان ما بيعرفش يتواصل بالعين مثلا، أن أنت مفروض بتبص للشخص في عينه وأنت بتكلمه، فده بيخلي اللي قدامك بياخد فكرة عنك مثلا ان انت مش، يعني انت كده مش كويس بالنسبة لي او ما عندكش خبرة او حاجة زي كده، فده بيخلي فيه رفض، فطبعا الشخص بيطلع محبط يعني. بس عايزة اقولك انه الشخص اللي انت بتحكي عنه ده على الاقل راح وكان موجود في معاده، وهنفترض ان كان مظهره مناسب وغلط شوية غلطات بسيطة دي تغتفر. لكن واحدة من الغلطات اللي بتحط أكس على سيفيهات ناس كتير حتى لو كانوا محترفين هو إنه مثلاً، ها هتقولها؟ ممكن مثلاً إن هو يكون عشوائي في تصرفات كتير، مثلاً زي ستايل لبسه مش مناسب لظرف الانترفيو، الميعاد اللي هو جي فيه مثلاً جي متأخر، شكراً، حاجات تانية بقى، أو ما جاش خالص. ممكن تحصل كتير قوي. لو تعرفوا حد من اصحاب الشركات هيقول لك احنا بندي مواعيد للانترفيو لعشر اشخاص، اتنين بيعتذروا وتمانية ما بيجوش، لا هو خلاص، او اتنين بيعتذروا وستة ما بيجوش واتنين هم بس اللي بيجوا. الغياب او النو شو اللي بيسموها كده دي واحده من كوارث التواصل في بيئه العمل. مهما كان الوضع اعتذر،
بنقول أنا مش هقدر أعمل كذا، أنا مش هقدر أشترك في كذا. نفس الكلام بينطبق على يوم الاستقالة. الاستقالة اللي بالواتساب أو الاختفاء الفجأة دي ممكن يتكتب عنك ريبورت لذيذ كده لو في الشركات المالتي ناشنال، تخلي الشخص ده يبقى صعب جدا يتقبل في أي مؤسسة بتحترم طرق وأساسيات التواصل. بين الانترفيو والاستقالة في آلاف الحاجات، يمكن الوقت ما يكفيش نحكيها، بس على الأقل احنا بنفكر مع بعض في طرق نحسن أدائنا في محيط العمل عشان نقدر ننافس مش بس في المستوى المحلي، لكن أظن كده ان احنا نقدر ننافس على مستويات أكبر. خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. مين فينا ما تسألش هو صغير نفسك تطلع ايه؟ وبكل براءة بترد نفسي اطلع طيار او مهندس او دكتور وغيره. بس الحقيقة واحنا صغيرين ما كانش عندنا اي تفاصيل عن كل الشغلانات دي، الا ان اختياراتنا كانت بتعتمد على النموذج في كل مهنة، وبناء عليها بنختارها كوظيفة للمستقبل. حب او كره اي شغلانة بيفضل معانا حتى لما نكبر. على سبيل المثال لو اتكلمنا على الإعلام، يسعدنا أقولك إن المتحكم في معادلة الحب أو الكره هو المذيع. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم. لأنه النموذج اللي أول ما نفتح التلفزيون هنلاقيه في وشنا، بينقلك الخبر ويفهمك ويوعيك وينبهك. بس كل ده ملوش لازمة لو سمعته إنه فاسد أو قتل قتل على سبيل المثال. هذا يا سيد المشاهد، حسبي الله ونعم الوكيل. زي ولا سوزا، مذيع برازيلي مشهور كان بيقدم برنامج عن جرائم القتل والتحقيقات لمدة 30 سنة. من كتر الجرائم اللي بيعرضها ومدى فظاعتها أصبح البرنامج الأكثر شعبية في البرازيل لحد سنة 2009. في السنة دي الشرطة اكتشفت إن ولس علشان يبقى مذيع مشهور كان بيدبر وينفذ جرائم القتل، ومن ناحية تانية بياخد الكاميرا ويروح يصورها علشان يوصل لك صورة إنه أجمد مذيع ممكن تشوفه. وزي ما في ولا سوزا، زي ما في نماذج كتير كويسة زي الأسطورة العالمية أوبرا وينفري. وهنا مش هقولك عن مهاراتها كمذيعة، لكن هكلمك عن كم الإسهامات اللي عملتها بعيدا عن كونها مذيعة. يلا من الأول. في النهاية سبب كرهك أو حبك للإعلام هو الصورة الذهنية اللي اترسمت في بالك عن المذيعة، النموذج اللي سمعته أو شفته وكان سبب في تكوين موقفك عن المهنة دي والإعلام ككل. وهتفضل مهنة المذيع زيها زي أي مهنة فيها نقدين، ما بين والس سوزا واحد بيعمل جرائم عشان يحقق فيها عشان يعمل أكشن وسسبنس، وما بين واحدة مثلا زي أوبرا وينفري اللي حققت إسهامات عظيمة في مجتمعها وفي بلدها الأم وفضلت نموذج للمهنة دي على مدار أجيال متعاقبة. هاخدكم دلوقتي نعمل حوار مع واحد من كبارات الشغلانة. أنا ما زلت مخلص للتلفزيون المصري، ما زلت، لأن لحم كتافي منه واداني الاسم، مش عايز أقول الشهرة، لكن أنا من آباء هذه المهنة، ولأني من آباء هذه المهنة طلبوا مني إن أنا أقدم البرنامج، مع إن مقدمة البرنامج ست كمل ولها عطاء عام دينا عبد الكريم، وهي قيمة بالنسبة للشاشة، وأيضا تبحر في أجواء غير معلومة في شاشات الحياة، والحياة شاشات. طلب مني إن أقدم البرنامج شغل عالي، وأنا لما بسمع كلمة شغل عالي أدرك تماماً أنها في أعمقها تحاول أن تمجد قيمة الشغل المظبوط المحترم العالي. ولما بقول شغل عالي هي كلمة بيقولوها جدعان الحارات المصرية، يقول لك ده شغل عالي، ده شغل عالي، ولهذا شغل عالي أنا هحاول هكون ضيف في شغل عالي. على الله أقدر أقدم شيء
في شغل عالي. اهلا بدينا عبد الكريم. الله اهلا بدينا عبد الكريم. انا ما كنتش احلم ولا اتمنى مقدمه حلوه للبرنامج. الله يخليكي. وفهم لرؤيته ورسالته قد الكلام. نعم. الحلو ده. نعم. أنا مبسوطه جدا 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 ان حضرتك معانا. لكل مهنة كبارها ورجالها ورموزها، وفي عالم الحوار هو من ترك فضاء المذيع والإعلامي وكل الألقاب التي يحب الناس إطلاقها، وانتزع لنفسه لقب المحاور. احترف الصحافة واحترم الشاشة، فصار من رواد صناعة الصحافة التلفزيونية. حاور رجل الشارع والفنان والمسؤول، فقدم خلطة عظيمة من الكلام المفيد اسمها مفيد فوزي. ده حضرتك كبير الشغلات. أشكرك. احنا جايين لحضرتك النهاردة لأنه احنا بنتكلم عن مهنة المذيع. نعم. وكل حلقة احنا بندور على كبير الشغلانة. نعم. صدقا أستاذ مفيد، احنا شايفين اننا ممتنين انه اتعلمنا من حضرتك. انا من اباء المهنه. ده حقيقي. نعم. مش كده؟ نعم. هو بدايه مهنه الاعداد اللي بدات على ايد حضرتك، وطول الوقت الاعداد والتقديم مرتبطين ببعض. اتذكر جيدا، انت بتجيبيني لايام بعيده، لكن سبحان الله ان ربنا اداني ذاكره لم تصدأ بعد. ولهذا انا فاكر كويس قوي انه صلاح زكي كان من أشهر المذيعين الذي يقرأ الأخبار. هو الذي اختارني كصحفي لبرنامج سميرة الكيلاني. أيوة. واحدة من يعني مقدمات الأخبار المهمات في الوطن العربي. قال لي هتقدم برنامج اسمه نص ساعة من وقتك. قلت له عبارة عن إيه يا صلاح؟ قال لي عبارة عن المواد اللي الناس هتشوفها فين البرامج، كواليس البرامج. نعم. قبل ما تتذاع. فقلت له طيب ده انا محتاج ان اقعد مع الناس اللي هم هيقدموا البرامج دي. قال لي بمعنى، قلت له بمعنى ان اذا كان في تمثيليه اقعد مع المؤلف، اذا كان في برنامج عادي اقعد مع المذيع. بهذه العبارات البسيطه جدا قال لي الله، طب يعني انت عايز تعمل ايه؟ قلت له ما اقدرش اخش استوديو من غير اعداد. بالظبط. بدات كلمه الاعداد. تحقيق. صار الاعداد من مدرسه التلفزيون الطبيعيه. بالظبط. بدات اقعد مع الاساتذه، المخرج، المذيع، ثم رايت انه من حق المذيعه انها تقول ايه احساسها وهي قارئة النشرة سميرة الكيلاني. قعدت مع المذيعة، قلت لها يا سميرة أنا سأجري معك حوارا، وأرجوك أنك أخرجي من سمت المذيعة القارئة النشرة. أصلا ممكن أسألها أقول لها إيه رأيك في كلمة إعداد، فتقول لعل هذه الكلمة كلمة جديدة. فتجاوب فتتقعر بقى. فتتقعر. أيوة. فقلت لها من فضلك اخرجي عن هذا السمت وتكلميني بشكل بسيط. ولأول مرة دارت عرسة البرنامج. وكان مع المذيعة ورق فيه النقاط مش الأسئلة طبعا، وأيضا ورق مع المخرج فيه خط السير. ولأول مرة تظهر على الشاشة كلمة إعداد مفيد فوزي. وقد فرحت جدا أنني كنت أعتبر نفسي في ريادة هذا العمل. طبعا. حين صرت المحاور صار الإعداد جزء من طبيعة عملي. طبعا. يعني صياغة سؤالي تختلف عن صياغة سؤال أحد آخر. طبعا. السؤال عندي صياغة وسلاسة. وسؤال حضرتك مقتضب جدا وقصير. نعم.
أشهد نعم. إني في رحلتي كمذيعة اتعلمت نعم. من حضرتك قد ما حضرتك أستاذ في الأسئلة وطريقة السؤال وصياغته قد ما تعلمت بالأكتر الإنصات. أنا بسميه الإصغاء. آه. ليه؟ أيوة. الإصغاء محرض على البوح. التلفزيون هو المغامرة الهامة التي يطرح فيها سؤال يتفرع فيها إلى إجابات، الإجابات تحرض على أسئلة أخرى، وبالتالي هي في النهاية عملية فيها شطرنج. تسمح لي أرجع شوية ورا؟ تفضلي. لأنه في شوية تعريفات وإحنا بنتكلم عن مهنة المذيع إحنا وحشنا نسمع. تفضلي. المظبوط بتاعها. الأول عايز أرجع من الأول خالص، من أول ما تحول المذيع من قارئ نشرة إلى مذيع محاور، الفرق بين المذيع وقارئ النشر؟ قارئ النشر محايد تماما، أما المذيع فهو الذي يخرج عن هذا الحياد ويصبح هو نفسه، لأنه الخلاف وجهات النظر مع المذيع مع الضيف هي نوع من الصياغة الذكية للبرنامج. ثقي تماما أنه الذي اختارني قد قرأ حواراتي الصحفية. أكيد. ومن هنا كان ذلك الاختيار مبني على أنه هذه الشخصية هي شخصية المحاور. في مهنة المذيع هي مهنة بدأت على أيدي كبار، وحضرتك كمان كتبت في كتابك كده أنه مش كل المذيعات زمان كانوا مثقفين. صحيح. لكنهم تثقفوا بفريق الإعداد. صحيح. ده صحيح؟ ده صحيح. ليه؟ لأن الإعداد معلومات، شربوا المعلومات أو شربوا أوراق الإعداد. مش كلهم. أنت تذكر ليلى رستم بتحترم تماما، سميرة الكيلاني تحترم تماما، همة مصطفى كانت تحترم الأوراق تماما، وأسماء أخرى كثيرة لا تسعني الذاكرة، إنه ذو يحترم الأوراق، لأن أوراق الإعداد فيها أفكار المعد، وأفكار المعد معناها خطة سير البرنامج أو الصياغة الأدبية التي تسير عليها أسس البرنامج. لازم أقول لك إنه هؤلاء صنعوا مجد ماسبيرو، وماسبيرو في نهاية الأمر هو القاعدة الأساسية في وجدان أمة. لنبغي أن يقال هذا تماما، ولا نقلل من ماسبيرو، لأن ماسبيرو هو الذي صنع المثقفين وخلانا نشوف المثقفين. لم يكن يرى الناس من قبل طه حسين، ولم يكن قد رأوا محمود أمين العالم، ولا أنيس منصور، ولا مصطفى أمين، ولا ثروة عكاشة. كل هؤلاء رأوهم على شاشة التلفزيون المصري. حضرتك عندك حاجة رائعة، ما عرفش حضرتك مدرك قد إيه هي جميلة ولا لأ بالنسبة لنا، إنه ممكن أنا أكون على الهوى وحضرتك تبعت رسالة. نعم. تقول لي يا دينا خلي بالك من كذا. نعم صحيح. اسألي كذا. أنا صحيح. مدينة لهذه الرسائل. أشكرك. الحلوة. أشكرك. وأعتقد أن حضرتك بتعمل كده. أنا بستخدم تعبير أدبي مهم. لا يفوتك أن. الله. أيوة ده حقيقي ده حقيقي. فأعتقد أن حضرتك بتعمل كده مع ناس كتير أكيد. سؤالي بقى. نعم. إيه اللي ناقص جيل المذيعين الحالي تحديدا في نقطة أن يبقى له كبير يعني. الثقافة. نتعلم من مين؟ الثقافة يا دينا. الثقافة. اللي أنا ما كنت لأختار كمحاور إلا إذا كان عندي قدر من الثقافة. شوفي ما أقدرش أقول لك رأيي في حد، إنما أقول لك إنه عمرو أديب صحفي، ولما أقول صحفي معناها بيشتغل في التلفزيون كصحفي، صحافة تلفزيونية. ولما أقول لك تامر أمين صحفي وأجاد اللغة العربية بشدة، لأن والده رحمه الله أمين بسيوني كان يحاسبه على كل حرف. بس في أعداد لا نهائية من المذيعين. نعم. وده يخليني أسأل بقى سؤال تاني،
ايه الوصفه اللي تجعل مذيع يلمع في وسط عشرات من الاسماء؟ مفيش وصفه معينه، انما هي ان يتصف بالذكاء. لان ذكاء المحاور على قمه اساليبه. على سبيل المثال، من الممكن ان انا وانا قاعد معاكي شيء من الالهام الذكي يجيني اقول لك انت لابسه ساعه كبيره ليه؟ زي ساعه الكبار، او معنى ادق ساعه الرجال. صح، سؤال وهي ساعه كبيره. نعم، ولا لكن تليق بك. ماذا لو قلت لك ان الزمن مهما طال لن يوقع بتوقيعه عليك؟ انبسط. نعم نعم، فتسعدين. شوفي، فتحت كذا سؤال لمجرد ملاحظة. بالظبط. اسمح لي ادون انا كمان ملاحظات. اللي حضرتك بتقوله ده يعني ذكاء. نعم. ويعني ثقافة، ويعني حصيلة لغوية. نعم. بس حضرتك بتختزله كده في حتة صغيرة جدا، انها صح. صح. مهارة، لكنه دي تفاصيل. صح. برضو انت قلتي عبارة مهمة جدا لازم اقف عندها، المهارة. لما تقولي شغل عالي لازم تقولي مهارة عالية. ده حقيقي. الشغل العالي هو المهارة العالية. الشغل العالي هو الذكاء. هو استغلال الفرص الذكية في شخصية المحاور. شوفي، الجيل اليوم حيارة. بس تعبير دقيق تماما. وتحدي أخير عايز أشارك. نعم. حضرتك بيه، أنه بيقولوا أن السياسة هي فن الممكن. نعم. إذا قلنا أنه في مذيع اختياراته محدود، المتاح أمامه محدود، الفرص أو المجالات اللي يستطيع التحدث فيها محدودة، لكنه بمعايير اللي حضرتك بتكلمنا عنها يقدر يصنع تميز. تمام. إزاي؟ يعتمد الأمر على الذكاء. يعتمد الأمر على الثقافة. يعتمد الأمر على سلامة الوجدان. مش أنت شخصياً لما جيت تختاري اخترت برنامجك وهو عبارة عن روح المهارة. ده حقيقي. روح المهارة. أنا من أول ما دخلت البيت وأنا مبهورة بكم التفاصيل اللي في بيت حضرتك. نعم. بالمناسبة. نعم. وعشان كده نفسي أسأل في تفاصيل كتير بسرعة جدا. نعم. بالطريقة التي تفضلها. تفضل. أستاذ مفيد، على مدار المشوار الطويل، إيه أكتر حوار حضرتك تعتز بيه؟ وأكتر ضيف تعتبره كان ذكي وكان حواري مع محمد حسنين هيكل. تحول إلى حوار صحفي، سميته هيكل الآخر. طبعا. وحولته إلى كتاب. طبعا. تفصيلة أخرى أستاذ. نعم. مفيد، إلى أي مدى حضرتك ترى أنه مقومات الشكلية للمذيع مهمة في ميزان الشكل، وتحديدا لأنه إحنا كبنات يعني وإحنا صغيرين كان يقولوا الله البنت دي أمورة تطلعي مذيعة بقى، وكأن اختزلت هذه المهنة في الجمال. الإجابة الطلة. ليس في كمفيد فوزي جماليات يمكن أن تعبر عن المذيع المسمسم. المذيع جلسة هادئة، عينان واضحتان، ذكاء مستتر طول الوقت. ثانيا، المذيع وخلفيته، الخلفية الثقافية هي خلفية وجدان واعي تماما لما يقال، مصغي. الوعي ده هو الذي صنع هذا الرجل. أنا مش عايزة أختم، لكني قبل ما بنختم عايزة أسأل حضرتك سؤال أخير عبارة عن تداعي حر. هقول لحضرتك كلمات وحضرتك قولي وقعها عليك. نعم. بسرعة وببساطة وبدون تفكير، لكن أنا عارفة أنه عقلك مليان بالأفكار. تعريفات يا أستاذ مفيد، تعريفك للمشوار الشخصي للنجاح. المثابرة بشغل عالي.
دي حاجه تشرفت طبعا. اشكرك. محطوطين في التعريف. اشكرك. الصحافه دمي ودموعي وابتسامتي. الله. طبعا. التلفزيون ماء الحياة الذي يجري في أعماقي. العائلة أنا من عائلة مصرية متوسطة ولكني برزت لأنه كانت أمي ترى أن أنا على وشك يبقى لي شغل عالي في المستقبل. أخيرا نعم. إيه وقع كلمة المهنة على الأستاذ مفيد فوزي؟ عشق جنوني سواء في الصحافة سواء في الكتابة سواء في التلفزيون. أؤمن أيضا بشيء غريب أن كل حوار أصل إليه أقول أعتقد أنه اللي جاي هيكون أفضل، هيكون أزكى، هيكون في شغل عالي أكتر. وكأنك تقرأ أفكاري أستاذ. نعم. مفيد شفت أدتني عدوى الفصحى. نعم. ما تكلمش بالفصحى كتير. أنا بشكر حضرتك. شكراً. شكرك جزيلاً أستاذ مفيد. كل الاحترام ليك. شكراً لأنك واحد من أباء المهنة وإنك تعمل حقيقي شغل عالي. شكراً عالي. شكرك. هقول لكم حاجة بصراحة، يعني أنا مخبيها للحلقة دي. إحنا من ساعة ما بدينا البرنامج وفقرة الكتبات والتحديات تبقى خفيفة على قلب ناس وتقيلة قوي على قلب ناس تاني، وشغلانات تفرح وتنبسط وتهزر معانا وفاهمين اننا بنهزر وبنناقش حاجات سلبيه وناس تزعل مننا قوي وتغضب. لكن فضلت الحاجه المشتركه اللي بتتقال لي كل مره لما بنعمل فقره الكتبات والتحديات، ورينا شطارتك بقى، قولي كتبات المذيعين. فانا دلوقتي داخله معاكم التحدي، هنقول كتبات المذيعين كلها وكل نستعين بالله بقى عشان نقول كل الحقيقة. المذيع زيها زي أي مهنة بيضطر يخبي حاجات ويجمل حاجات ويقدم نفسه بصورة مش واقعية ساعات. هبتدي معاكم من أبسط حاجة، أبسط كذبة. كذبة اللي بتتقال، وطبعاً المخرج دلوقتي عارف أن أنا يعني كذبة واقعية جداً، لما نقول نص ساعة وأجهز. هقولك أنا محتاج نص ساعة عشان أجهز، لكن لو هي مذيعة هي محتاجة ساعة عشان تبتدي مرحلة التأسيس والفاونديشن، ومحتاجة نص ساعة قدها عشان الرموش وما يلزم. انت بتشاوري على مين؟ ده كل البنات، بس لو مذيعة بالذات عندها تفاصيل كتير. الكذبة التانية هتقولك أو هيقولك أنا عندي مشاكل مع الإعداد. دي جملة بتسمعها أو غالباً بيستخدمها المذيع لما يكون مش عاجبه الموضوع أو غالباً مش محضر له كويس، فهيجيب اللوم على الإعداد. المذيع الجديد أو اللي لسه داخل جديد في الشغلانة بيبقى في الغالب بيبتدي كمراسل. هي مراسل دي بالمناسبة مهنة قائمة بذاتها، لكن هو في الغالب بيبدأ كمراسل وهيقول لك أنا بحب الشارع جدا، الخارج ده كل حياتي، أنا وسط الناس بحس بنفسي. هو الحقيقة بقى أنه من جواه نفسه في برنامج حلو من بتوع الاستوديو اللي قاعدين في التكييف دول، من غير حر ومن غير فرهدة. الكذبة الرابعة وقت التحضير. هيقولك أنا محتاجة أخد وقتي في التحضير والقراية والاطلاع والبحث. والحقيقة أنه التحضير مظلوم معانا، لو كنا بنحضر كويس كان نص مشاكل الشغلانة دي والإعلام كله كان ممكن يتحل. الكذبة الخامسة هي المبالغة. المذيع كده بتركيبته بيحب يبالغ في وصف الأشياء. عارفين المذيع اللي يقولك النهاردة جيبلك أعظم حدث، أكبر موضوع، وأهم ملف، وأخطر قضية، عارفين الأداء ده، وأجرأ حوار عادي يعني، ما مش حاجة جديد، لدرجة أنه هو بيقول للمشاهدين اللي عمره ما شافهم أصلاً أعزائي، ودي في حد ذاتها مبالغة غريبة أنا طول عمري مش فهماها يعني، بس هو إحنا بنبالغ. رقم ستة، المذيع وهو بيسمع الضيف عامل نفسه مركز، هو مضطر أنه يركز في إجابة الضيف وفي الكلام اللي بيقولهوله المخرج، وهو غالباً بيسمع دوشة في الكنترول وناس كتير بتتكلم، وغالباً بيفكر في السؤال اللي جاي، وغالباً برضو خايف على القصة اللي هتتعدك، ففي مشاكل كتير، لكن هو بيعمل الوش ده طول الوقت. الكذبة السابعة، هيقولك حاضر ومن عيني. المذيع مطلوب منه يقف في الشارع يسمع مشاكل ناس، هو غالباً طبعاً مش هيقدر يكسفهم، لكن هيسمع مشاكل والناس متوقعة منه أنه هيحلها، أو على أضعف الإيمان أنه هيتكلم عنها. في حاجات كتير هو بيوعد الناس بيها وغالباً مش في إيده تماماً. هي كذبة ومحاولة يعني نادراً ما بتنجح في إنه فعلاً يقدر يعمل اللي وعد بيه.
الكتبة التانية، لو مذيع جديد لازم يكتب في السي في بتاعه أتقن عدة لغات، مطلوب منه إنه يكتب كده مع مجموعة تانية من المهارات هو غالباً في بداية حياته مش متأكد هو بيتقنها ولا لأ. الموضوع غالباً بيتكشف مع أول نص ساعة في الهواء، بس هو مضطر يقول كده. الكتبة التاسعة، لازم يقنعك إنه حافظ الكلام ده كله. هو بيحاول يقنعك إن الكلام العظيم ده كله يا إما من دماغه هو شخصياً، لا والأكتر إنك تعتقد إنه بيرتجله. والحقيقة إن الارتجال مهارة موجودة عند عدد قليل جداً من المذيعين، لكن في الأغلب هو بيقرأ كلام متحضر ومعد جيداً من جهاز لذيذ بيساعد على إني أفتكر كل الأفكار دي، لأن مفيش حد فينا يعرف يرتب ذهنه في كلام طويل كده لوقت طويل. الكتبة العشرة، ودي غالباً بعد ما أقولها مش هقدر أخد مكالمات تانية على الهواء، هيقولك للأسف الخط قطع. هو الخطوط بتقطع، ده بجد بيحصل، لكن هي أحياناً بتستخدم كجملة سحرية كده عشان ننهي بيها مكالمة لضيف غلط أو قال كلام مش مناسب أو إحنا بشياكة كده عدينا الوقت فالخط قطع. دي غالباً شوية من كتبات المذيعين. بعد الفاصل نكمل تحديات المذيعين. خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. زي كل الوظائف والمهن والشغلانات، مهنة المذيع مليانة تحديات وفيها جزء مش وردي خالص، الجزء الحلو اللي بيلمع والمنور اللي على الشاشة وراه تفاصيل كتير قوي. التحدي الأول هو الثقافة. المذيع مطلوب منه أنه يكون مذاكر طول الوقت وأن يكون عنده فكرة عن كل الموضوعات، وغالباً لازم يكون بيقرأ بشكل مستمر في كل الحاجات حتى ولو بقدر بسيط، لأنه دي حاجة اسمها الثقافة العامة، لو ما عندوش هو خرج برا المنافسة. التحدي التاني مظهره، شكله ووزنه، حاجات هو مطالب طول الوقت أنه يجيب فيها 10 من 10، الحبل مشدود على الآخر. كل ما زادت شهرة المذيع كل ما زادت توقعات الناس منه أنه يبقى زي الصورة اللي هم رسمينها عنه. التحدي الثالث، وده يعرفه المذيعين بس لازم أحكي لكم عليه، تحدي أنه الضيف يبقى مش مذاكر، أن يجي لك ضيف ويبقى على الهوا مثلاً والضيف نفسه ما عندوش حاجة يقولها، فأنت هتضطر أنك تتصرف، تحاول تقول للناس جملة مفيدة أو تقول لهم معلومة. وهنا هنرجع لنفس التحدي بتاع الثقافة العامة اللي ممكن يساعد في موقف غالباً بيبقى سخيف. التحدي الرابع، بجد إتقان اللغات. زيها زي أي شغلانة أو وظيفة في الدنيا، إتقان اللغات بقت حاجة مطلوبة من كل الناس، لكن المذيع مطلوب منه بشكل أكبر إنه يبقى بيتقن أكتر من لغة. وبعض الناس هتقولك ما هو بيتكلم عربي يتقن لغات ليه؟ بس إتقان اللغات في حياة المذيع مش بس عشان الحوارات، لكن كمان عشان يقدر يتحرك ويدور ويذاكر تفاصيل كتير أعتقد مصادرها لازم تكون بلغات تانية. التحدي الخامس، وهو مذيع جديد اسمه مفيش حد يكتشفني. المذيع دايما او اللي شاطر يعني وجاهز للفرصه هو دايما مستني الفرصه دي، محتاج فرصه من اول حد يساعده يدربه، فريق اعداد، تفاصيل كتير من كل الامكانيات زي الاخراج، الاضاءه، التفاصيل، الفريق العظيم اللي ورا المذيع، دول هم اللي بيطلعوا المذيع ينور او يقدروا يعملوا كمان العكس. فعشان كده المذيع القديم مدين بالفضل لكل الناس دول، والمذيع الجديد بيدور على كل الناس دول انهم يتحطوا في سكته. التحدي السادس، فريق الاعداد. الحاجه اللي مش كل الناس عارفاها معرفش ازاي هو انه المذيع مش لوحده، هو لازم يكون معاه فريق، والعلاقه الاهم في المهنه دي هي العلاقه ما بين المذيع وفريق الاعداد. العلاقه دي لو متوتره المذيع دايما بيبقى شايف ان الاعداد يقدر يساعد اكتر، والاعداد غالبا بيبقى شايف ان المذيع ده ما قدمش المحتوى زي ما هم عاوزين، ويحصل حاله كده من القلق في اوقات كتير. التحدي السابع، انا مضطره ان اقول اسرار كتير النهارده، المرتب. المرتب والمصاريف الشخصيه للمذيع. معظم الناس فاكرين ان المذيع ده مرتبه كبير جدا جدا، لكن في اغلب المذيعين، وانا اقدر اسال نص زمايلي،
أنه غالباً بيصرف كل مرتبه على اللبس ومتطلبات الوظيفة من مظهر. ففكرة أن مرتبه كبير دي أسطورة تنطبق على 3 أو 4 أشخاص، بلاش نقول أسميهم دلوقتي. التحدي الثامن هو الارتجال. مطلوب من المذيع أنه يبقى عنده القدرة أنه يملى وقت على الهواء في فقرات كتير، يعني أنه يملى يتكلم كلام يبقى منطقي طبعاً وليه معنى، بس في ظروف كتير زي طوارئ، زي حصل أي حاجة ما بيبقاش لحقنا نعمل ليها إعداد، فالمذيع مطلوب منه يحضر. التحدي ده بالنسبة لكثير من المذيعين ممكن يبقى مرعب. التحدي التاسع اسمه المشاهدة والإعلانات. المذيع محتاج يعمل مشاهدة كويسة عشان يبقى عنده إعلانات كويسة، وعشان يثبت للإدارة بتاعته أنه هو مؤثر. وللأسف في مشكلة حقيقية في المهنة بتواجه المهنة دي، أنه في عالم الترند هو اللي بيعمل فيه المحتوى والمشاهدات الأكتر، دايماً صاحب المحتوى الجيد مش هو صاحب أعلى المشاهدات. التحدي العاشر هو الفرصة نفسها. مهنة المذيع هي واحدة من المجالات اللي ناس كتير قوي بتحلم تشتغلها، ولأنه ناس كتير بتحلم بيها وناس كتير بتسعى ليها، فبالتالي كل ما زيد عدد الناس اللي بيتنافسوا على حاجات محدودة فكل ما الفرصة بتبقى أصعب. وأصعب هنا مش معناها أن الفرصة مستحيلة، لكن هي أصعب قليلة. فالمذيع الكويس بيستنى كتير قوي عبال ما بياخد الفرصة اللي هو يستحقها. والخبر الأصعب أنه حتى شكل ومهنة المذيع في شكلها التقليدي غالباً بيختفي. لكن عشان برضو أبقى بقول كلام يفتح باب للفرصة، بعد دقايق وإحنا في مستقبل الشغلانة هنتكلم عن الشكل الجديد للمذيع، مستقبل مهنة المذيع، بعد ما تاخد نفسك شوية ونرجع نكمل شغل عالي. عدي إبراهيم مقدم برنامج الماجستراء لتبسيط العلوم وتقديمها بشكل قصصي جذاب، مدير تحرير موقع القاهرة 24 ومسؤول ملف الذكاء الاصطناعي بالموقع، محرر الشؤون العسكرية بموقع القاهرة 24، عمل كمحرر صحفي بعدد من المواقع من بينها مصراوي والبوابة نيوز والحياة اللندنية، معد برامج تلفزيونية بعدد من القنوات أبرزها الحياة ودي ام سي والقناة الأولى. مساءك خير. مساء الفل. وطبعا انت عارف قد ايه دي حلقه خاصه بالنسبه لي انا، وبالنسبه لي انا كمان، مش كده؟ عدي زميل وصديق عزيز ومعد شاطر جدا، واحنا مسمينك جوجل بتاعنا صح؟ يعني السر في اننا فرحانين بوجودك معانا مش بس ان احنا بنتكلم عن مهنه المذيع ومستقبل المهنه، لكن كمان عشان تجربتك الحلوه في تقديم محتوى على الانترنت معلوماتي ومتشاف، وممكن يكون هو ده السبب اننا نسالك تفتكر ان المحتوى اللي يشبه الماجستيرا وتجربتك في الماجستيرا ممكن يبقى مستقبل مهنه التقديم؟ مساء الخير. مساء الفل. يا رب تكونوا كلكم بخير. اه طبعا، ليه لا؟ طول ما انت بتقدم حاجه بشكل كويس، يعني بتقدم حاجه ايا كانت الحاجه دي بجوده، ده طبيعي انها تكون كويسه وتتشاف ويبقى لها جمهور، ومش بعيد بعد كده تبقى اهم حاجه كمان. تجربتك جميله لانها زي ما بقول كده هي كسرت الفكره، يعني عايز اشجعكم تشوفوا الماجستير يا جماعه. وانا متابعه بقى مع عدي من اول البدايات، من اول ما كان بيبقى فرحان جدا بالمشاهدات لحد ما تحس ان التجربه بتكتمل وبتتغير، وفرحتك ما بقتش بس بالمشاهدات دلوقتي. وطبعا المشاهدات بتفرح. طبعا المشاهدات بتفرح. بس انا دلوقتي ببقى مبسوط اكتر ان انا لقيت الداتا دي. المشكله زي ما بقول لحضرتك انك بتقدم ايه ازاي. هي الفكره ببساطه، انا من البدايه يعني من وانا في ابتدائي بحب، كنت اقص المربعات والمقالات الصغيره اللي كانت بتتكلم مثلا عن تعرف كذا ما تعرفش كذا، الحاجات الغريبه، حاجات معلوماتيه وغريبه شويه، يعني اقصها واحتفظ بيها في اجندات. الموضوع لما اتطور شويه بدات احط ده على فيسبوك لما عرفت فيسبوك، يعني مع الوقت لقيت ان في يعني زملاء بيقولوا طب ما تجرب تحطوا فيديو، ما احنا بنقعد ما انت بتصدعنا بيه يعني بتحكيه لنا انت بتحكي، فتحطوا فيديو. فبدينا في يوم مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا لما محمد صلاح حصل له الاصابه الشهيره بتاعه سيرجيو راموس في كتفه، كلمنا عن ازاي ليفربول
قدر يعمل فرقه باستخدام العلم والتعليم. ازاي العلم عمل فرقه، وازاي انتقلنا من مقياس انه واحد بيجيب اجوان لواحد ممكن يجيب اجوان، اسوها بالشكل ده، والتاكتكس بتاعه الكوره ومعلومات جديده ما كنتش عرفتها. عشان كده عايز اسال، اتفضلي، تفتكر انه مهنه زي مهنه المذيع ممكن يبقى مستقبلها هو صانع المحتوى اللي بياخد دور المذيع؟ توافق على الراي ده ولا انت جدا عندك تجربه تانيه؟ اوافق جدا، صانع المحتوى ده هو اللي جاي، رضينا او مرضيناش هو اللي جاي، اللي عنده يعني اذا كنا بنشوف ان مواجهه الكاميرا اداه، فصانع المحتوى عنده ادوات كتير جدا، لو اكتسب الاداه دي هيقدر انه يواجه الكاميرا بمنتهى السهوله. الزاويه الثانيه، وانا متهيالي في ناس هنا ممكن يحبوا يسالوا عدايف في الحكايه دي، انه الزاويه الثانيه انه هيتقال لك هو كل الناس هتبقى صناع محتوى؟ بتعمل ايه انت شخصيه وانت عندك محتوى حقيقي حلو ومميز قصاد انه في تقليد؟ يعني في كتير قوي، انت اكيد استلهمت تجربتك من حد، لكن كمان كل حد بيطلع يعمل محتوى. هو مش غلط، بالعكس، ان الناس كلها تنزل الملعب هيولد لعيبه حريفه. مين هيتفرج؟ مين قال ان انا وانا بصنع محتوى ما بتفرجش؟ لو انا بطلع حلقات وما بتفرجش هقع، او على الاقل هتعثر، او هيبقى المحتوى بتاعي قديم. ما هو انا في ملعب اب تو ديت كل ثانيه، لازم اتفرج. الفرجه بدايه التعليم، والتعليم بدايه صناعه محتوى جيد. يعني انت ما تقلقش من انه يبقى فيه محتوى كتير موجود حتى لو رديء؟ ما هو الرديء ده بيثبت قد ايه انا محتوى جيد. وكل ما في محتوى جيد حواليا هيدوروا في مناطق انا ما دورتش فيها، فهيستفز عقلي ان انا ادور على مناطق تانية. اصلا اسم الماجستيرا، الماجستير لو مضيف لها الدكتوراه بتولد شهاده تانية اسمها شهاده المعرفه. كل اللي هيتفرج على الماجستيرا هياخد على الاقل درجه من درجات المعرفه، اللي هو الدرجه اللي انا عرفت اوصلها. انا عارف ان ده معنى الاسم ده، حلو قوي. انا يعني على قد ما بقدر بعرفه، بحطه في قالب من وجهه نظري لطيف وبقدمه للناس. لا هو لطيف يا عودة، الله يكرمك، ما تقلقش، احنا فرحانين بيك عشان لطيف. الله يكرمك. لكن انت قعدت في كرسي المذيع تقريبا او صانع المحتوى، وكمان اخذت دور الاعداد، وانت بتمارس الاعداد ببراعه وشطاره. في رايك ايه اهم ما يميز المذيع الجيد؟ بخلاف انه يبقى حاضر، حاضر بمعنى انه متابع، يعني روتين يومه مبني على استقاء الجديد، استقاء الجديد كمعلومه، كشكل، كطريقه. بالمناسبه متابعه الترند مش تفاهه، متابعه الترند جزء من صناعه محتوى جيد. احنا مره عملنا حلقه ان الكوره سبب من اسباب زياده عدد البني ادمين على كوكب الارض. وده ربطناه بشكل ما انه مباراه نهائي افريقيا الاهلي هيلعبها، او ان ماتش الاهلي والزمالك. وجودك جوه الترند مش غلط. هو الغلط انت بتقدم ايه اصلا جوه الترند. لو عايم في الـ في الـ في, الـ في, في نفس المستوى، في المياه الضحله دي، فانت هتتنسي. لكن لو انت بتقدم شيء ممكن يعني يكون كويس وتوفيق ربنا يكون معاك، فالترند ده يساعدك انك تتشاف اكتر، وفي نفس الوقت انت تقدم محتوى جيد. التقنيات الجديده والادوات الجديده في التصوير خلت فكره الوان مان كرو هي الاقرب. صحيح. في صناعه المحتوى تفتكر، او بخبرتك من عدد السنين اللي انت اشتغلتها، تنصح اي حد من المهتمين بصناعه المحتوى بانه يبتدي منين؟ مبدئيا قرر المحتوى بتاعك هيبقى عامل ازاي، يعني ايه هو المحتوى اللي انت شايف انك تقدر تدينا فيه جديد حلو وكويس ومتعوب عليه. تقصد الخط العام بتاعك؟ بالظبط. ايا كان هو ايه. بالمناسبه اللي بيتكلم في الموضه ده مش وحش ولا تافه ولا ساذج، لا ده مهم لناس كتير. ثانيا موضوع الموبايل بقى بيقدر يخلينا نعمل حاجات كتير. انا ما كانش عندي اي درايه بالمونتاج خالص وما زلت، ولكن كل الحكايه اني شفت انه ازاي ابلكيشن بيقدر يخليني اقطع الحاجات اللي انا غلطت فيها واشيلها، وبالتالي يبقى فيديو مترابط ما فيهوش ولا غلطه. وبمناسبه الاضاءه كانت مشكله لغايه ما شفت على اليوتيوب واحد كندي بيستخدم لمبه زي اللي بتعلق في السقف دي، وربطها بحبل في المروحه فمتوجعه على وشه.
وعملت كده فعلا يعني. والموضوع كان يعني انت عملت كل التجارب اللي تخلي اللي بيبتدي يحس الموضوع سهل وقابل للتحقق. يعني هو سهل فعلا ما عدا انك تقدم محتوى جيد، يعني كل العوامل اللي حواليك سهله ما عدا انك تقدم محتوى جيد. عشان كده نفسي ان الماجستيرات تاخد خطوه تانية مع التربيه والتعليم. نفسي انه زي ما كان عندي سير في المدرسه بتحاول، هي بتقرا المناهج وهي قاعده طول اليوم، فبتحاول تدينا حدوته عن حاجه لفتت نظرها. نفسك تعمل قصص تاريخ يعني الماجستيرات تبقى عندها خط يشرح التاريخ؟ انا يعني عملت جزء من ده وعملت جزء من ده للعلوم. يعني نفسي اللي بيدرس الطب يعرف ان في طبيب على متن طياره في رحله اكتشف ان في واحده عندها مشكله في القلب، ثقب في القلب، وعمل العمليه ليها ونجحت باستخدام شوكه ومعلقه وسكينه. الراجل ده واين روني في كاس العالم قالوا ان الراجل ده خلاص مش هيلعب كاس العالم. هو تدخل طبيا ونجح واين روني ان يروح كاس العالم. الراجل عملوا له تمثال في انجلترا. لازم الناس وهي بتدرس احياء في هنا في مصر تبقى عارفه الراجل ده. لو حطينا حاجات زي دي، وانا ازعم ان انا ممكن اساعد في حاجه زي دي، ان انا احط كل الحواديت اللي تشمل مناهجنا جوه قصص حلوه تتحط في كتبنا بدل ما تتحط في كتب خارجيه، ولا تبقى مع الاضافه يعني لمحتوى الانترنت. وانا اتمنى يا عدي ان انا اشوف المحتوى بتاعك بكل الصور، مكتوبه ومرئيه ومسموعه، عشان حقيقي انا شخصيا من المؤمنين بان اللي انت بتعمله حاجه حلوه ومخلصه، والاخلاص هو عنوان كل حد بينجح يعني. فبشكرك يا عدي انك بتعمل شغل عالي. شكرا. ميرسي. نورت يا عدي. ولانه مهنه المذيع واحده من المهن اللي اتفرجنا عليها وشفناها وعايشناها في اوقات كتير، واستقبلها مرهون باختيارات كتير النهارده شفناها. كل التحية لكل الناس اللي بيحترموا الحقيقة وبيحترموا مهنتهم، وكل الناس اللي بتعمل شغل عالي.